بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين قبل ما نكمل كلامنا مع أنجومنا الكبار نروح لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. تفضل يا فاروق. من جديد طبعا برحب برحب بيك يا كابتن ايمن وبرحب بضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم الكابتن علاء ميهوب الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان خلاص قبل انطلاق مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الاسبوع السادس عشر للدوري المصري الممتاز طبعا مباراه زي ما حضرتك استعرضت واتكلم كباتننا الكبار على اهميه المباراه خليني اقول لك برده يا كابتن ايمن هنا من الكواليس بتاعتنا قبل انطلاق المباراه طبعا يعني الروح اللي بتقول اللي بتدل يعني ايه النادي الاهلي هي الروح اللي لمسناها من لعيب النادي الاهلي مع حسام حسن بالتحديد عايز اقف عند حسام حسن لان محمد شريف كان بيتكلم معاه محمد مجدي قفشه لعيب النادي الاهلي النهارده والروح اللي بتقول ان لعيبه النادي الاهلي النهارده كلهم النهارده يعني فرحانين طبعا بوجود محمد حسام حسن, حسن في التشكيل من البدايه محمد شريف اللي هو بيتنافس معاه في نفس المركز طبعا النهارده اتكلم معاه وقال له ان شاء الله اتمنى له التوفيق الروح اللي باينه ايضا على وجوه والسعاده الموجوده على حسام حسن ان شاء الله اعتقد انها تنعكس عليه في الملعب النهارده ويكون سبب من اسباب فوز النادي الاهلي النهارده وان شاء الله يكون بدايه لحسام حسن مع النادي الاهلي ايضا يعني قدرنا برضه نطمن من الدكتور احمد ابو عبله على اللاعبين المصابين احمد عبد القادر اللي بيغيب عن هذا اللقاء وقال لي في محاولات بتجرى طبعا للحاق بمباراه سيراميكا كليوباترا با لكن يعني مش هنجازف بيه لو يعني مش هنقدر نجازف بيه في هذه المباراه لو يعني اللياقه البدنيه او الناحيه الطبيه بالنسبه له مش جاهزه هيكون ان شاء الله جاهز لمواجهه وفاق ستيف المواجهه الاولى من الاخبار الساره برضه يا كابتن ايمن ان احنا يعني من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بننفرد بيها ان غدا ان شاء الله يكون اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي بعد اداؤه للمرحلة الاولى من التاهيل في احد المراكز الطبيه بقطر هيعود اكرم توفيق لمده اسبوعين في القاهره ثم هيعود مره اخرى الى قطر لاستكمال البرنامج التاهيلي عايز اكلمك على الكابتن طارق العاشري اللي اتكلم النهارده مع اللاعبين وقال لهم نقطه مهمه جدا المدير الفني طبعا طلع الجيش قال لهم مش عايزين ننظر للنادي الاهلي على فوزه على الرجاء وصعوده للدور نصف النهائي انا عايز اقف عند مباراه المصري المباراه الاخيره في الدوري اللي تلقى فيها الاهلي بهزيمه ودي هتكون سبب من اسباب النادي الاهلي النهارده هينزل بشراسه هجوميه طالب اللاعبين بالتركيز على النواحي الدفاعيه وان هم يقفلوا المساحات ويلعبوا على الهجمات المرتده الامور هنا يعني ان شاء الله بتنبئ بمباراه كويسه جدا نشوف مباراه ممتازه ما بين الاهلي وفريق طلائع الجيش كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء 4 3 3 هي طريق طلائع الجيش 4 2 3 1 يا طريقه النادي الاهلي كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح